أنت أيضا تتهم أباك بسوء التدبير والجهل بالرجال؟ هذه والله هي تهمة ابن زيدون، وإن موه عليها بتهمة أخرى. فليتك يا أبتي أخذته بتهمة العصيان والتعدي على السلطان ولو شددت العقوبة، فإنها تهمة لا تذهب الشرف والمروءة. أما تهمة الغصب، ثم ما اكتفى ذلك القاضي بسجنه دون أن يترك له مجالا للدفع والأعذار حتى جعله مع الأشقياء والمجرمين وأهل السوء، فهل هذا يليق بوزير لا ننكر صنائعه معنا؟ حتى أبطلها بسوء تدبيري وخيلائي واغتراره بنفسي، والأعمال بخواتيمها. وإلى ذلك فهو الآن أعظم شعراء الأندلس، فهل هذا يليق بمثله وهو صاحبي بل أقرب الصحبة؟ وهو مما زاد اغتراره، وقد كنت قد نهيتك عنه. ولكن لا تطير جدالي، قضي الأمر. على الأقل نصون له بعض كرامته فلا يبقى مع أولئك الأشقياء. ألا يشاطرون السيد الوزير؟ هذا ليس طعامك المألوف يا سيدي، ولكن الجوع لا يميز. سلني أنا فقد خبرته. غمة زائلة إن شاء الله يا سيدي. أنت أخرج معي. ما على ظني يا باسو، يجرح الدهر وياسو، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياسو، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس. ألم يجد صاحبكم أبو الحزم تهمة أخرى يرميه بها؟ قد جاء المدعي ببينة. ذلك الشاهد؟ إنك لتعلم أحسن من هذا يا أبا عامر، فوالله ما نقم عليه أبو الحزم إلا لأسباب السياسة وسعي رشاة به، فأراد أن يعاقبه بذنب آخر يطعن في المروءة، فإن له أنصارا في البلدة. هل يكون لك ضلع في كل هذا يا أبا عامر؟ أنا؟ قد هجاك، وقد كان ما كان منه ومنك ومني. ما كنت في حاجة إلى الدس عليه لينتصف منه، ولو فعلت لما جاوزت حقي، ولكنه كفت جميع مؤونة ذلك، فلم يخفي تبرمه بأبي الحزم وطعنه فيه، فهو ألد عدو لنفسه. الله ما زال في قلبك شيء له. بعد أن شهر بك ذلك التشهير، وأنت من أنت؟ المحبة شيء يا أبا عامر، والصفح والصلة شيء آخر، وقد تجتمع المحبة الباقية مع الهجر الباقي، فالأولى تمتلكني ولا خيار، والثانية أمتلكها، وأنا لا أزال على شرطي معك،
صحبة باقية وود مقيم، وليس وراء ذلك ما ترجو. فإن رضيت بهذا كان، وإلا فلك رأيك. تعلمين جوابي، سأقيم على حبي لك وأرضى بصلة الود منك رضاي بقدري. تأذنين لي؟ لا تقوموا لي كما يقوم الناس لملوكهم. اجلسوا اجلسوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم بلغ؟ 2000 ونيف. ويوشك أن يعود ابن عمنا يوسف بن تاشفين من طوافه بين قبائل سنهاجة، ولعل الله يوفقه هذه المرة أيضا في استمالة عدد جديد. نعم الرجل يوسف، إن له أثراً في الرجال على قلة كلامه، طحن بلا جعجعة وفعل بلا ادعاء. هكذا كان منذ كنا صغاراً نلعب في أطراف الحي. أسأل الله أن يعصمه من غائلة الخصوم، فهو يذهب في نفر قليل ويعود في نفر أكبر. ألا تنتهي يا ابن تاشفين؟ ألم ننذرك ألا تعاود؟ قد عرفناك حكيماً قبل أن لحقت بذلك الرجل، منشغلاً بنفسك عن غيرك. قد كفيت الناس شرك وخيرك، فكيف سحر عقلك حتى صرت من دعاته تغر هؤلاء الناس عن أنفسهم حتى يتبعوك إلى تلك الجزيرة؟ الحق أحق أن يتبع. Thank you.
سيدنا القاضي، والدكم يا سيدي. أيها الإخوة، إلي. قد رضيتم أن تفارقوا أهلكم في طلب الحق وصلاح الدنيا والآخرة، وإنكم لتحملون أنفسكم محملاً صعباً، وتقبلون على مغارم عاجلة ومغانم آجلة، وهذا آخر عهدكم بما درجتم عليه. فليراجع كل منكم نفسه، فمن وجد فيها إقباناً لا تردد فيه وعزماً لا خوف فيه فليستأنف معنا، ومن ظن بنفسه غير ذلك فليرجع ولا عدوان عليه. على بركة الله. على بركة الله. يا يوسف، أليس هذا ابن الجوهر بن سحيم علي؟ معي ركوبي وزادي. تصحبنا؟ لهذا جئت. وأبوك الجوهر؟ قد خالفته إلى الحق الذي سمعت منك وكفرت بما هو عليه. هيا إلى ركائبكم. أبلغ بكم الأمر أن تغيروا علي ولدي؟ لم نكرهه على شيء، وهو على الخيار. هيا عد معي. قد حزمت أمري يا أبتي، فارجع هداك الله. لا أرجع إلا بك ولو غصبا. إن لك حرمة الأب، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا لست أبا جهل، أنا فقيه القوم. حتى جاء ذلك السوسي فأفسد علينا حياتنا، والآن يفسد علينا أبناءنا. ومن يسعى في أمره رجال من قومنا. لا أطيل جدالك يا أبتي، فلقد سمعت الجواب في كل ما تجادل عنه، والحق بين، لكن الإنسان يتأول على حد هواه وغرضه، وقد اخترت وعلي إثمي. اذهب، اذهب إلى ذلك الفقير، فستعلمون نبأه بعد حين، ويظهر لكم غرضه، وتذوبون إلى الرشد. قد مضى علي في هذا الحبس 500 يوم، وما نظر القاضي في حالي ولا في مدة إقامتي. أيكون هذا كفاء صنائعي في دولتكم، وما اقترفت ذنبا أستحق عليه كل هذا؟ وهبني جنيت ذنبا لا أعلمه، فإن الصفح مما يرجى منكم. أراجع نفسي فيه بعد وقت. ما زلت تقول هذا منذ أمد؟ أنا منشغل الآن بما هو أهم منه. ويجدر أن تشركني فيه، فأنت ولي عهدي، وما يقع في إشبيلية يصل أثره إلى قرطبة. وقد علمت أن القاضي قد توفاه الله، وشاع أن ولده عباداً هذا مصعر حرب وشهاب فتنة لا يردعه عن غايته رادع. وعلمت أنه بدأ بصاحب لبل الصحبي ينذره بالنزول له عن بلدته، ونعلم أن كل بلدة استولى عليها فإنها تقدم خطوة إلى غايته، وغايته قرطبة، وفي المدينة سماعون له. وصاحبك ابن زيدون لم يكن بعيداً عمن ناصروا دعوة هشام علينا. ولا تقل لي لم يثبت، والوشاة والحاسدون. فالحيطة أولى على كل حال.
لكل عهد رجاله، وهذا عهدي، وأنا اخترتكم وزرائي وأهل شورتي على علم. شرطي عليكم الطاعة التي لا تشوبها شائبة، وإني لا أهاب في رأيي أحدا، فإذا عزمت أقدمت. خطتي أيها السادة أن نفوز في السباق لنكون أعظم ممالك الأندلس قاطبة مهما كلف الثمن. فإن لم يتأتى لنا أن نوحد الأندلس كلها من جديد تحت راية إشبيليا، فلا أقل من أن تتسع مملكتنا لتكون الأعظم والأكبر، ويكون لها الكلمة العليا في شأن الجزيرة. وغاية كهذه لا تتحقق إلا بالقوة، والوسيلة جيش عظيم، وسياسة حازمة لا تهاون فيها ولا تراخي، وليس عندي منزلة بين المنزلتين، فإما أن يكون الرجل معي أو يكون علي. ما هذا يا أبا عمر؟ تقدم علينا هؤلاء ونحن كنا مع أبيك أهل الحل والعقد بعهد من جماعة البلد؟ هل ولدك أبي لتكون شريكي في الحكم بعده؟ العفو يا أبا عمر، لكن أما عهد الجماعة فقد انقضى. هذه دولة بني عباد وأنا صاحبها. قد كنتم في عهد أبي رحمه الله، وهذا عهدي أنا، ولكل عهد رجاله. تعفينا من مجلس الجماعة؟ ما زلت تقول مجلس الجماعة؟ أنت تنتقص من سلطاني، ومن كان السلطان حقا فإن رجاله أعوانه وخدمه، ينصبون بأمره ويعزلون بأمره، وإن عصوا يقتلون بأمره. وأنا وإن كنت أذكر لكم صنائعكم فإنه لا يسعني بقاؤكم في إشبيليا، إذ المرء على ما ألف، وقد ألفتم أن يقال فيكم أهل الجماعة. بدأتم هذا الأمر مع أبي القاضي رحمه الله، وترون أن لكم فيه حقا ثابتا لا ممنوحا، ولا يلبث أحدكم أن يطلب هذا الحق بالفتنة والتحريض فيبيح لنا دما. وإني ضنين بدمائكم لمكانكم القديم، فاخرجوا من إشبيليا إلى ما شئتم. النفي؟ بل هو حفظ دمائكم. لا تتلبثوا، فأظن أنكم تدبرون. أيها الأوغاد الخبلة، تقطعوا تقطيع الكلاب. حاجبي أبو عمرو، ألا تقبل يد خليفتك؟ هؤلاء الأوغاد السفلة لا يطيعون أمر خليفتهم. أقول لهم أريد أن أنزل إلى الأسواق فأنظر أمر رعيتي، فلا، ما جزاء من يعصي خليفته إلا أن يقطع ويصلب من خلاف. الحمد لله، الحمد لله الذي جاء بحاجبي ومدبر دولتي، وإني قد أمرت بقتل هؤلاء جميعا فأنفذ أمرهم. ألست حاجبي؟ والأنكى الأنكى، تخيل، بلغت الوقاحة بأحدهم أن قال: ما أنت بالخليفة حقا، إنما أنت صانع الحصر والمؤذن في قلعة رباح. إن كنت كذلك فما الذي أتى بي إلى هنا؟ وما يمنع الحصرية من الخروج إذن؟ هل ذهب عقلك؟ ليته ذهب،
فأريح وأستريح. لم أعزيك بوفاة والدك رحمه الله، ولم أهنئك بالإمارة والحجابة. لعن الله مشاغل الخلافة التي لا تنتهي. أقصر الآن، ماذا تريد؟ بل ماذا تريد أنت مني بعد هذه السنين؟ ألم تنقضي حاجتك بعد من دعوة هشام؟ مللت ما أنت فيه من النعيم وتريد أن ترجع إلى ما كنت عليه من الشقاء. وما النعيم وما الشقاء؟ قد استوفيت حاجتي من طعام الملوك ومن جدران الملوك، وقد كبرت سني، فإذا ذهبت عني هذه كلها فما الذي بقي لي من هذا المكان إلا الحبس فيه؟ أريد أن أرجع إلى ما كنت عليه، أريد أن أرجع إلى الحياة، الحياة، إلى حيث أعرف نفسي وأملك نفسي على صغرها. أنا خلف العصري، خلف العصري. وإن لم تنقضي حاجتك من دعوة هشام فما حاجتك لهشام نفسه؟ الناس لا تراه على كل حال، فليكن كما كان دائما الميت الحي، تدعون وجوده عندكم ولا تلزمكم بينة إظهاره. وأنت صاحب السيف، وهشام شعار الخلافة، مجرد شعار. صدقت في هذا، صدقت. لئن لم تنقضي حاجتنا إلى هشام فإننا لا نحتاج إلى هشام نفسه بعد الآن. إلا أن السلاطين كما قلت لك مرة، إما في القصر وإما في القبر. أتقتلوني يا سيدي؟ بل نحررك من هذا الحبس. لقد أشفقت عليك وقد استوفيت حاجتك من الحياة، حاجة العامة وحاجة السلاطين. خبرت الأولى وخبرت الثانية، فهل بقي وراء ذلك شيء تتطلع إليه؟ صحيح أن هشاما لا يظهر للناس، لكننا لا يسعنا الآن أن نظهر خلف الحصري فيفتضح تدبيرنا. أنت تعي ذلك مؤكداً. هيا، لقد عشت آخر أيامك كما يعيش الملوك، وها أنت الآن تموت كما يموت الملوك. هيا، خذها من يد فخر الدولة عباد بن محمد بن عباد. ما سقيت أحداً بيدي قبل اليوم، وأنا أخصك بهذه المكرمة. هيا، إنه لا يؤلم، أعدك بذلك. إنها أهون من قطع السيف على كل حال. أكد لي من جاءني به أنه لا يؤلم. قد ذهبت الأمانة والصدق من الناس، يغشون حتى السلاطين. ضرورات السلطان أيها الحصري لم يكن أمرا خاصا بين شخصين، بل الحق
أني وجدت ظرفا فيك. ما جال بعدك لحظي في سنة القمر إلا ذكرتك ذكر العين بالأثر، ولست طلت ذماء الليل من أسف إلا على ليلة سرت مع القصر. أعانه الله، قد اجتمعت عليه محنتان، السجن وهجرك له، فكأن عينا قد أصابته، بل أصابتنا معا. هل تعجز ابنة الخلفاء أن تصنع له شيئا؟ لا الماضي يعود ولا الحاضر يسعف، ماذا عساي أفعل؟ أما وقد أصم أبو الحزم أذنه عن رجائه وشكواه، فلو استطاع أن يفر منه. لو استطاع فراراً لربما فعل، ولكن كيف يفعل مع كل أولئك الحرس؟ المال والسلطان، أجل، فعليهما يقتتل الناس فيقتلون ويقتلون. وداعاً قرطبة، وداعاً ولادة، والله ما فارقتكما طائعاً، ولكن الأقدار لا تعاند، ولعل الله أن يجعل لنا لقاءاً بعد هذا التفرق، وقد يلتقي الشتتان وإن طال الأمد. أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. بنت وبنا فمدت الجوادرنا شوقا إليكم، ودا جفتنا
هل يرضيك يا أبا عمرو؟ قل مولاي. هل يرضيك يا مولاي أن أقاد إليك على هذه الهيئة، على ما كان من خدمتي وصحبتي لأبيك؟ لا لا يرضيني، ولكن ما حيلتي بالحمقى الذين لا يحفظون للناس منازلهم؟ فكوا قيدها. ألم أنهك أيها الوزير؟ فما الذي رجع بك إلى إشبيلية؟ ألم يسعك ما وسع صاحبيك الزبيدية وابن يريم؟ أمور تخلفت لي في إشبيلية ولم أضمر سوءا، بل عدت تراجع شيوخها وتقول لقد عهدتم إلى القاضي وإلينا معه، والذي يعطي هو وحده الذي يبطل، أليس هذا قولك؟ الصفح يا مولاي، الصفح يا مولاي، الصفح! أفكلما ظفر السلطان بخصمه نزل على ركبتيه وطلب الصفح؟ إذن يكثر الخصوم الطامعون ويقولون إذا ظفرنا بالسلطان أهلكناه، وإذا ظفر بنا توسلنا إليه بالصفح. فأين يذهب السلطان إذن أيها الوزير؟ زلة واحدة؟ الزلة الواحدة عندي كثير. فسجن. أطعمك وأسقيك جزاء فعلتك، هذه إذا مكافأة. تماسك تماسك، وليكن إقدامك على الموت كإقدامك على عصياني. تماسك أيها الوزير. زيدون الشاعر العظيم، وأخيرا حظينا بك. أنا صاحب الحظوة يا سيدي. لطالما أحببنا أن نراك بعد أن روينا شعرك، فنحن نقدر الشعر البديع. كأنك قد نظرت إلى ذلك الوزير الشقي. لعلي وصلت في غير الوقت المناسب يا سيدي. وهل هناك وقت أحسن من هذا الوقت؟ تخلصت فيه من عدو واستقبلت صديقا. هل ثبت لك الآن أنه كان يواصل أصحاب إشبيلية؟ لا، لم يثبت يا أبتي. ما زلت تدفع عنه حتى بعد فراره من السجن والتجائي لابن عباد. نحن ألجأناه يا أبتي، طال سجنه ويائس من عفوك، فكيف يفعل؟ ماذا جنينا من ذلك غير أن أهدينا ابن عباد شاعرا عظيما ورجل سياسة من طراز الرفيع؟ ومع ذلك فإن هواه ما زال في قرطبة، وإن صار بجسمه في مكان آخر. تعني ابنة المستكفي؟ هي وقرطبة على الجملة. وما يدريك؟ هذه من كتب إليك؟ يجدد الود القديم والصحبة الباقية. فهل هذا فعل رجل مبغض مريب كما تواطأ عليه الوشاة؟ لعله رأى من ابن عباد ما أوحشه منه. أهي كما وصفتها في شعرك، أم هو ما قال الشاعر حسن في كل عين من تود؟ بل أكثر، أكثر يا سيدي.
والله لا تفتأ تذكرها ويعاودك الحنين. والله ما علمت مقدار حبي لها حتى انقطع حبل الوصل بيننا. وصحيح ما وصفته من أعني مواطن اللذات ومواطئ الشهوات، وهذا مما أغضبها منك. يا سبحان الله، وهل المرأة غير ذلك؟ وما يضرها أن تكون كذلك؟ المرأة تعرف هذا جيدا وتستعمله في قضاء ما تريد منها. وكم من جارية جميلة خلبت عقل السلطان بسلاح لا قبل له به، فكان همسها في المخدع سببا في حرب حصدت أعناق الرجال. آهات في ساعة لذة تعقب ألوف الآهات في ساعة قتال. يا أهل الرباط، الآن وقد اقترب الوعد الحق، وأن لنا أن نخرج من هذه الجزيرة إلى أقوامنا فندعوهم بدعوتنا، فإن هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله. وهذا سيدكم يحيى بن إبراهيم هو صاحب الأمر عليكم في حرب أو سلم، وله عليكم طاعة الرعية لولي الأمر في شؤون الدول، ولي عليكم وعليه الطاعة في شؤون الدعوة. فهل رضيتم؟ رضينا. إنما جئناكم الآن كما جئتكم أول مرة، هداة دعاة، ونتراضى معكم على سلام.